رفض هذا الزمان اللي معاك شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لجميع متابعي تلفزيون سلطنة عمان وطن الشموخ والأمان، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج المسابقات القلعة. مشاهدين الأعزاء، كما تعلمون توقف عرض البرنامج لمدة 3 أيام للأسباب التي تعلمونها. الحمد لله رب العالمين على سلامة الوطن، وشكرا لرجال عمان الأوفياء. الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون لن تدخر جهدا أبدا في تغطية هذا الحدث ونقل الصورة الحقيقية، فأرفع القبعة لفريق الأخبار ولجميع منتسبي الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ولجميع القطاعات الخاصة والعامة والمواطنين والمقيمين. إذن مشاهدينا الأعزاء، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج المسابقات القلعة. مشاهدينا الأعزاء، اللي تابعوا برنامجنا من بدايته كانوا يعرفوا أنه يوم الخميس الماضي كنا على موعد مع سحب 10,000 ريال عماني، 10,000 ريال للي يشتركوا معنا عن طريق الرسائل النصية القصيرة بإرسال كلمة القلعة. أبشركم، عندي لكم بشارة وايد حلوة. الويكند الجاي إن شاء الله يوم الخميس والجمعة، يوم الخميس عندنا سحب على 10,000 ريال عماني. تشوفوا طبعا 20,000 ستقسم يوم الخميس 10 إن شاء الله، ويوم الجمعة أيضا 10,000 ريال عماني. في اللي ما شارك معنا في هذه المسابقة يبادر ويستعد ويرسل القلعة عشان يفوز بفرصة الربح ب10,000 ريال عماني، ممكن أنها تغير حياتك هذه 10,000. طبعا يوم الخميس فايز ويوم الجمعة فايز. خلونا من الخميس والجمعة، خلونا في حلقة اليوم. اليوم وكالعادة في بداية كل حلقة عندنا 500 ريال عماني بتروح لفايزين اثنين في بداية كل حلقة، 250 لفايز و250 لفايز آخر. ونبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، والكمبيوتر هو اللي بيجري القرعة، بنشوف مين سعيد الحظ معانا ب250 ريال عماني. نستفتح باسم هذا الفايز حلقتنا. من يا ترى؟ من سعيد؟ 9262-3695 9262-3695. مبروك عليك 250 ريال عماني، ألف مبروك. طبعا ما نعرف بنت شاب، بيتواصلوا مع فريق العمل. الحين بنشوف الفائز الثاني ب 250 ريال عماني. يلا بسم الله، 9729097 9729097. ألف مبروك عليك أيضا، هذه أول 500 ريال عماني تروح في حلقة اليوم. برنامج القلعة مليء بالجوائز. مشاهدين الأعزاء، إذا حابين تشاركوا معنا في برنامج القلعة ما عليكم إلا إرسال كلمة سر. إذا حابين تواصلوا معنا عن طريق الاتصال سر، ترسلوا إن شاء الله على الأرقام الخاصة بالبرنامج، وبعدين عندنا مسابقة أخرى وهي شخصيات القلعة، وبعدين تحدي القلعة، ترسلوا كلمة تحدي إذا حابين تشرفونا هنا في قلعتنا. معنا أحد الفائزين 250 ريال. سلام عليك. سلام عليك. الو مرحبا، انتوا على الهواء. مرحبا، من معانا؟ عليكم السلام خوي، كيف الحال؟ الحمد لله. من معانا ومن وين؟ احمد حمد انا العلوي. من وين يا احمد؟ من ولاد ينقل. اهلا وسهلا فيك يا احمد. كم مسج ارسلت؟ ارسلت مسجات كثيره. لا لا ما واجد، ما واجد. طيب مبروك عليك 250 ريال، توقعت الفوز؟ لا لا ما توقعت صراحة. ألف مبروك عليك يا الحبيب، هذه تجهيز العيد راح عليك، 250 حلوين. الله يبارك فيك. شكرا، شكرا لك يا أحمد، شكرا لك. إذا مشاهدينا الأعزاء، كان معنا أحمد وكان معنا أكيد فائز آخر، فازوا بأول 500 ريال عماني. الحين فرصتكم أنتم تفوزوا معنا. حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج القلعة. فاصل
وبنبدأ إن شاء الله. أصدقائي متابعين ومحبي برنامج القلعة، إذا ما حالفكم الحظ تشاركوا معنا عن طريق الاتصال أو عن طريق الحضور معنا هنا في القلعة، تقدروا تلعبوا معنا وإحنا على الهواء في مسابقة سر القلعة وشخصيات القلعة عن طريق الرسائل النصية القصيرة، وتربحوا فرصة للفوز ب 100 ريال عماني. نبدأ حلقتنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. معنا أول اتصال. السلام عليكم فاطمة، كيف حالك؟ الحمد لله بخير، شخبارك؟ من وين تكلمينا؟ من ولاية لوا. من لوا؟ ايه. حياش الله يا فاطمة، كيف الأجواء في لوا؟ والله الحمد لله زينة. أمس كنت عندكم في لوا، ما شاء الله الأجواء جميلة وأجواء رمضانية رائعة. هي الحمد لله. طيب فاطمة جاهزة؟ أيوة. يلا تعرف القواعد، اختاري قلعة. عطوها القلاع يا شباب، معنا جبرين صحار نخل قلع صحار. عفوا؟ قلع صحار. صحار عندنا قلاع وحصون طبعا متنوعة من كل أنحاء السلطنة. صحار، قلعة صحار. سؤال قلعة صحار يقول: حارة تراثية في ولاية نزوة جرى تطويرها وتحويلها إلى نزل سياحي، إيش اسم هذه الحارة؟ وانت رايحة الإمارات تمر بشناص، آخر دوار تمر عليه، هذه المنطقة في شناص إيش اسمها؟ دوار إيش؟ إيش؟ دوار العقر. العقر، وهسه نتكلم عن حارة أخرى طبعاً. حارة العقر هي حارة تراثية في ولاية نزوة، عشان نحن نتعلم المعلومة بعد. في ولاية نزوة جرى تطويرها وتحويلها إلى نزل سياحي، حارة العقر في نزوة، وأيضاً هناك قرية في شناص اسمها العقر. هذا عشان نساعدك يا فاطمة. اليوم أنا والمخرج حابين نفوز الكل، داخلين بقوة. يلا فاطمة توكلي، اختاري قلعة. قلعة الجلالي. الجلالي، عطوها. أيوه. الجلالي فاطمة من لوا. ما في الجلالي الحين معانا. عندك قلعة جبرين. جبرين، جبرين. يلا يا فاطمة بنشوف قلعة جبرين كم بتعطيه. صار عندي 70 ريال طبعا من السؤال الماضي، والحرف الثاني وحرف العين 60 ريال. جبرين جاهزة للسؤال؟ إن شاء الله. يلا. برنامج تنشيطي تنفذه وزارة الشؤون الرياضية كل صيف يشمل إعمارا من 5 سنوات وحتى 20 ومجموعة منتقى من الفعاليات والمناشط. برنامج تنشيطي وزارة الشؤون الرياضية تسويه في الصيف. شؤون رياضية تسويه في الصيف، ايش يسموه؟ شيء برنامج الشباب. لا لا، في الصيف. الاسم الاول صيف. برنامج صيف. صيف ايش؟ صيف الرياضة. صيف الرياضة صح. صيف الرياضة. صيف الرياضة صح يا فاطمة، صح، إجابة صحيحة. ولسه زعلان فاطمة؟ ايوه. هذا وانت تفوزي. ايوه هذا التسجيل اللي نبغيه. برافو عليك، جميل يا فاطمه. صار عندك 130 ريال عماني، والحرف المفقود في الكلمه الان وجدناه، الحرف اللي في المنتصف حرف الصاد. الكلمه مكونه من 5 احرف. طيب احنا نتكلم عن ظاهره طبيعيه، الكلمه هي عباره عن ظاهره طبيعيه. طيب يلا اختاري قلعه اخرى. نختار قلعه، يعني قلعه صحار مره ثانيه. لا ما يصير قلعه صحار مره ثانيه. انزين. عندك نخل، نزوار، ديدة. نخل. نخل.
ايوه. السؤال يقول، سؤال اول شيء بنشوف كم على 35 ريال بتفوزي اذا جاوبتي على السؤال صح. ولاية عمانية تطل على بحر عمان من جهة الشرقي والخليج العربي من جهة الشمال الغربي، تحيط بها الجبال من ثلاثة جوانب. ولاية جميلة في مسندم من ثلاثة حروف. خصب. إجابة صحيحة يا فاطمة، إجابة صحيحة. الاحتفال متأخر شوي مو مشكلة. عندش 165 ريال يا فاطمة، وعندك عين صاد ألف، الحرف الأول مفقود والأخير مفقود، ظاهرة طبيعية، عدت على خير، مرت على أحبابنا في ظفار من يومين ثلاثة. إيش سموها؟ إيش؟ أبي أكمل. تكمل فاطمة، بتكمل 165 من حقش يا فاطمة. اختاري. في قلعة نزوة؟ نزوة، في نزوة طال عمرك، فيه في نزوة فوق في الأعلى. بنشوف كم على قلعة نزوة، إن شاء الله رقم كبير. 85 ريال. 85 ريال. جاهزة للسؤال؟ أيوة صح. يلا. مملكة عربية إسلامية قامت في العصور الإسلامية على أجزاء من عمان بحكم قربها الجغرافي، ارتبط اسمها بأحد أشهر المضائق البحرية في العالم. تونا قلنا خصب، وعندها خصب ش... مملكة إيش؟ مملكة إيش ارتبط اسمها بأحد أهم المضائق في العالم؟ مسندم، مضيق إيش، مملكة إيش؟ مضيق هرمز. مملكة هرمز يا فاطمة صح، إجابة صحيحة. 85 ريال تروح في رصيدك. عندك 250 ريال. ها من طمع إيش يقولوا عندنا في عمان؟ من طمع، من طمع طبع. بس بكمل. بتجاوي ولا بتكملي؟ بكمل. بتكملي؟ هي يلا رديدة عندك، اعطوها رديدة بنشوف كم على رديدة. بس الحين اعذريني عاد ما اقدر اساعد اكثر من كذا. يلا 50 ريال. طيب؟ طيب. يعني بيكون عندك 300 ريال. ان شاء الله. ولازم تعرف الإجابة ولا اسهل. دولة فاز ممثلها بمنصب المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في الشرق المتوسط وشمال أفريقيا. هذا الكلام من كم يوم ترى؟ صعب السؤال. ما صعب. فاطمة أنت من لوا؟ أيوة. إيه. ولوا وين؟ الشمال الباطنة. والباطنة وين؟ الباطنة في عمان. وعمان؟ والجواب إيش؟ عمان. بس يا فاطمة. عمان. طيب يا فاطمة مبروك عليك 300 ريال عماني مقدمة من برنامج القلعة، والكلمة هي بالتأكيد إعصار. فاطمة سؤال صراحة. أنت من متى عارفة الإجابة الصح؟ عارفة الكلمة أنت من زمان صح؟ أيوة. يلا تستاهلي 300 ريال، ألف مبروك عليش. ايش ناوي تسوي فيها؟ بعدي ما فكرت. حق العيد اكيد صح؟ ايه ان شاء الله. وقاسمي الجمهور اللي جنبك بعد ما يصير. تمام ان شاء الله. شكرا لك يا فاطمة، شكرا جزيلا. اذا معنا فائزة عن طريق الرسائل النصية القصيرة، ايضا عرفت الكلمة، هي خلود بنت سعود الاخزمية. خلود بنت سعود الاخزمية مبروك عليك 100 ريال. مبروك عليك 100 ريال يا خلود. إذا 500 و300 و100 900 ريال في ظرف ربع ساعة في برنامج القلعة، هذه قريب ال 1000 ريال راحت. إذا حابين تشاركوا معنا مشاهدينا الأعزاء وتفوزوا معنا هذه المبالغ النقدية، ما عليكم إلا إرسال كلمة سر للمشاركة عبر الهاتف، وأيضا تحدي للحضور معنا في القلعة. وطبعا عندنا 500 ريال يفوز فيها اثنين في بداية كل حلقة، وعندنا 20,000 ريال بنسحب على 10 منهم يوم الخميس إن شاء الله، و10 أخرى يوم الجمعة الجاية. ويكند نار إن شاء الله، عطلة نهاية أسبوع بتكون جميلة وكريمة ككرم هذا الشهر الفضيل. اتصال جديد، السلام عليكم. يا سلام عليها فاطمة، تحية لأحبابنا في لوا. معنا خليل الحسيني، كيف حالك يا خليل؟ الحمد لله أخوي. من وين تكلمنا؟ والله من مسقط. من مسقط. خليل نعم. تابع كرة ولا ما تتابع؟ نعم. تتابع كرة قدم ولا ما تتابع؟ لا والله ما تتابع. ما تتابع، زين. نعم. طيب يا خليل، تابعت برنامج القلعة على الأقل طيب؟
اي نعم. القلعة التابع. التابع نعم. يلا خذ لك قلعة لو سمحت عشان نبدأ. ان شاء الله. يلا تفضل. اختار صحار. صحار. نعم. خليل الحسيني ما قلت له انت من وين؟ من مسقط صح؟ من مسقط. من مسقط نعم. نعم ونعم. قلعة صحار بتعطيك يا صديقي بنشوف كم. يلا نشوف. يلا خليل الحين بتشوف كم بتعطي قلعة صحار. يلا سؤالك يقول، السؤال بيطلع على الشاشة بعد شوي ويقول سؤال قلعة صحار. خليل يعني انت ما تابعت دوري الابطال، نهائي دوري الابطال اللي كان امس صح؟ لا والله ما تابع. بين مدريد ليفربول. لحظة احنا ندور صحار، ما في صحار انت ضيعت. يلا اختار قلعة ثانية ما في مشكلة. رستاق. رستاق اعطوه رستاق. يلا رستاق بنشوف. 95 ريال، شوف هذه جت من صالحك يا خليل، رقم كبير من بدايته. جاهز للسؤال؟ ان شاء الله. يلا ولا اسهل، من اكبر الافلاج في السلطنة ومن اشهرها، يقع بولاية نزوة ومن المزارات السياحية فيها، تم إدراجه ضمن 5 أفلاج في قائمة التراث العالمي لليونسكو عام 2006. إيش اسم هذا الفلج؟ فلج دا فلج دارس. دارس إجابة صحيحة يا خليل. خليل حبيبي عندك الكلمة الضائعة اللي ندورها مكونة من 6 أحرف، والحرف اللي بيطلع لك الحين طلع لك بالأحرى حرف الشين اللي قبل الأخير. احنا نتكلم عن سلاح أو نوع من أنواع البنادق طيب؟ نعم. يلا خذ قلعة ثانية جمع. يلا اختار. القلاع قلعة نزوة. نزوة. نخل 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 نخل. يلا يلا نشوف قلعة نخل كم بتعطيك. 45 ريال. جاهز؟ نعم. يلا نشوف سؤالك. سؤالك يقول، من الفنون الشعبية في عمان تشتهر به محافظة شمال الباطنة ومحافظة مسقط، خاصة قريات، يقام سنويا عند انتهاء موسم القيظ أو القيظ وحصاد النخيل، وبدأ موسم وبدء موسم الصيد والتجارة، ويستمر 14 يوما تقريبا. فن ايش يسموه هذا؟ فن مشهور في مسقط قريات. فن أن أن فن أن ألف لام نون. ميرا مرة أخرى. ألف لام ها. معلش يا خليل، حظ أوفر إن شاء الله في المرات القادمة، نعتذر لك، أنا آسف جدا. إذا نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم، معنا إيمان، كيف الحال يا إيمان؟ الحمد لله بخير. من وين تكلمينا؟ من بركة. كان معنا خليل، خليل يقول ما يتابع لا كورة ولا شيء، بس يتابع برنامج القلعة. أنت تتابعي القلعة؟ أيوة تابعة. كم حلقة تابعتي؟ والله من البداية. طيب قلتي لي من وين يا إيمان؟ من بركة. من بركة، أهلا فيك يا إيمان في برنامج القلعة، تعرف القواعد صح؟ أيوة. عندي لك خبر حلو، عندك 95 ريال في رصيدك الآن، اختاري قلعة وكملي. يلا أي قلعة تختاري؟ يلا يا إيمان. قلعة نخل. نخل نخل وقلعة نخل بنشوف كم على قلعة نخل يا ترى. قلعة نخل 45 ريال. جاهزة يا إيمان؟ نعم. يلا. من الفنون الشعبية في عمان تشتهر بمحافظة شمال الباطنة ومحافظة مسقط، خاصة قريات، يقام سنويا عند انتهاء موسم القيظ. السؤال قبل شوي عرفتي إجابته؟ وينك إيمان؟ موجودة. ما عرفتي الإجابة؟ عند انتهاء موسم القيظ وحصاد النخيل وبدء موسم الصيد والتجارة ويستمر 14 يوم. فن ألف لام نون قلنا. فن الميروز. النيروز إجابة صحيحة يا إيمان. النيروز إجابة صحيحة.
طيب الحين صار عندك يا إيمان 140 ريال حلوين صح؟ إيمان نعم عندك 140 ريال، احنا نتكلم عن سلاح نوع من انواع البنادق. طيب؟ الكلمة المفقودة اقصد. طيب. يلا اختاري قلعة. قلعة جبرين. 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 حصن جبرين. مش موجود. عندنا الحزم. حصن الحزم، جلالي. ها؟ الحزم. 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 يلا يا إيمان بنشوف الحزم كم على حصن الحزم 65 ريال وسؤالك يقول من ولايات محافظة ظفار يوجد فيها قلعة حبروت العسكرية تتبع لها ثلاث نيابات وهي ميتن توسنات رويب ايش اسم هذه الولاية ولاية ال هي تقع على حدودنا مع اليمن بدأ التوقيت. ها يا إيمان. الشباب في الكنترول يقولون أنت ما باغية فلوس شكلش. مزون؟ قلعة المزيونة. احنا المزيونة صح؟ المزيونة. إجابة صحيحة، إجابة صحيحة. ها 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 ها. حتى الاستوديو كله تفاعل وياش. بس إيمان لو سمحتي كوني أسرع في المرات القادمة، لو سمحتي. طيب؟ يلا، اختاري قلعة أخرى، طبعاً الحرف المفقود بيطلع ليش على الشاشة الحين وهو حرف الواو ثالث حرف طيب طيب يلا اختاري قلعة ايش القلعة في قلعة بركة الجلالي رديدة ما في بركة قلعة رديدة رديدة حصن رديدة يلا بنشوف حصن الرديدة كم عليه؟ كم يا ترى؟ كم يا ترى؟ ما شاء الله 110 ريالات إيمان إيمان نعم أريدك تركزي معاي ما راح أقدر أساعدك في هذا السؤال إذا جاوبتي صح بيطلع عندك أكثر من 300 ريال والسؤال يقول من أبناء السيد سعيد بن سلطان أول من حكم زنجبار بعد وفاة والده عام 1856 توفي عام 1870 ما اسمه؟ رحمة الله عليه بيبدأ التوقيت بعد شوي بدأ التوقيت عندك أقل من 15 ثانية أنا ما أريد أقول لك أول حرف بس أول حرف هو حرف الميم. ابن سعيد بن سلطان. عشان كذا التفاعل والسرعة في الإجابة أهم دائما لأن في توقيت. حظ أوفر في المرات القادمة إن شاء الله. معانا عزان البوسعيدي. عزان. السلام عليكم عليكم السلام عزان لو سمحت اسمعني من الهاتف لو سمحت خلاص ولا يهمك ان شاء الله يلا انت معي من الهاتف الحين ايوه معك من الهاتف كيف حالك يا عزان طيب الله يسلمك من وين تكلمنا والله من ولاية السيب من السيب انت عندك خبر عندك 205 ريالات الحين انت والله حلوه جزاهم الله خير الشباب اللي قبل يعني ان شاء الله تفوز فيهم وتفوز بعد باكثر منهم بس خبر لي انت ايش هواياتك يا عزان تحب القنص تحب الرياضه تحب الكوره ايش تحب انا رياضه اذا عندك اسئله رياضيه اعطيني اياها اسئله رياضيه ما عندنا حاليا بس انت مدريدي ولا ليفربولي انا شجع محمد صلاح تشجع برنامج القلعه انت برشلوني تنسحب من السؤال اعرفك طيب طيب يا عزان يلا اختار قلعه لو سمحت اتوقع هي رديده رديده يلا سؤالك ترى عليه 100 ريال هذا 110 ريالات طيب من أبناء السيد سعيد بن سلطان أول من حكم زنجبار بعد وفاة والده توفي عام 1870 قلنا أول حرف حرف الميم
اتوقع سيد ماجد. اجابه صحيحه يا صديقي عزان، اجابه صحيحه يا عزان. يا برشلوني صار عندك يا طويل العمر 315 ريال. ونتكلم في الكلمة المفقودة عندك، فراغ باء واو فراغ شين راء، من أنواع البنادق القديمة. والله بعد ما عندي فكرة، بس خلينا نكمل نشوف. بتكمل؟ يلا بسم الله، خلوه يكمل. يلا اختار. عندك الجلالي والسنيسلة. خلينا نختار الجلالي. الجلالي. بنشوف كم على قلعة الجلالي. 30 ريال. يلا سؤالك يقول: فلج مشهور في بركة الموز سمي بهذا الاسم لأنه منع المياه عن فلج الخطم بولاية منح عند شقه في العام 1668، إيش اسم هذا الفلج؟ لأنه منع المياه عن فلج الخطم. الخطمين. الخطمين يا عزان، إجابة صحيحة عزان. حياك حسن، الله يحييك. اول شيء عندنا المثل دائما نذكر فيه المتصلين الطماعين، من طمع طبع. عندك 345 ريال، واظن الكلمه واضحه يعني. حاب تجاوب؟ خلينا نكمل. يلا واضحه الكلمه بس خلينا نكمل. يلا واضحه الكلمه بس حاب تكمل، انا اعذرني ما اقدر اساعدك. يلا اعطوه اخر قلعه، اعطوه اخر قلعه وهي السنيسله. يلا سؤالي 15 ريال حلوين. السؤال يقول: من ولايات محافظة جنوب الباطنة من معالمها التاريخية قلعة الجمات، تشتهر بالأودية والعيون المائية مثل وادي الأبيض ووادي مستل وعين السخنة. ولاية إيش؟ من ثلاث أحرف. في محافظة جنوب الباطنة؟ نعم في جنوب الباطنة. ولاية من ثلاث أحرف. نخل؟ نخل، إجابة صحيحة. ها يا عزان. يا عزان يا العيار. ها عرفت الكلمة ولا ما عرفتها؟ أبو عشر ما تغير. أبو عشر، تستاهل 360 ريال عماني يا عزان المسعيد. حبيبي. ألف مبروك عليك يا عزان، 360 ريال، وشكرا لك على هذه المشاركة الطيبة. يكفي أنك تشجع برنامج القلعة، هذا يكفي. إذا معانا فائز أيضا عن طريق الرسائل النصية القصيرة، واسمه حمود بن سالم بني عرابة. حمود بن سالم بني عرابة، مبروك عليك 100 ريال عماني. فاصل قصير مشاهدين الأعزاء، ونتابع وإياكم بقية فقرات برنامج القلعة، ابقوا معنا. جوائزنا في القلعة قيمة جدا، 3500 ريال يوميا، 10000 ريال أسبوعيا. أما ليلة العيد عيديتنا لكم 20000 ريال عماني. كيف نخلي بهجة رمضان تملى كل مكان؟ بصورة حلوة أو بكلمة أحلى؟ نعلم غيرنا شيء جديد يا رجال، والله ما أدري من يعلم من، أو نتعلم منهم شيء مفيد. جرب اختراعاتك في أصدقائك؟ أكيد. أو في أصدقاء أصدقائك؟ لحظات رمضان تحلى مشاركتها مع أوريدو. أوريدو
استمتع بالإنترنت. استمتع بالصحة والطعم الطازج والشهي. تم تربية دجاج الصفاء في عمان بعناية، فهي تتغذى على أعلاف طبيعية بدون هرمونات، بدون مواد حافظة، وبدون صبغات أو مواد مضافة. 100% حلال وطازج كل يوم، ولذلك تعد الصفاء للأغذية العلامة الرائدة في مجال إنتاج المنتجات الغذائية للسلطنة وخارجها. الصفاء خيارك الطازج الصحي والشهي. رمضان الخير جانا، اقبل ونور سمانا. رمضان الخير جانا، اقبل ونور سمانا. الكل ربى يكترب، جمعتها الجيرة وحب. تصفى نفوس من الغضب، ندعي نطهر القلب، نسعى فيه دايم للخير. رمضان الخير. عشق المهنة، تجديد النشاط، متعة التسوق. عليك حق. أبراج بي بي اتش، رفاهية المكان وبناء الإنسان. كيف نخلي بهجة رمضان تملى كل مكان؟ بصورة حلوة أو بكلمة أحلى؟ نعلم غيرنا شيء جديد. يا رجال والله ما ادري من يعلم من، او نتعلم منهم شيء مفيد. جرب اختراعاتك في اصدقائك، اكيد، او في اصدقاء اصدقائك. لحظات رمضان تحلى مشاركتها مع اوريدو. اوريدو، استمتع بالانترنت. هلا باللي يصحى قبل طلوع الصبح. باللي خبرنا أحلى سوالف، وباللي يصوم أول مرة. هلا بذكريات تعيش فينا، باللي نحبهم ويحبونا، وبالقلب الطيب. هلا برمضان وذكرياته الحلوة. عمان تل، معكم نسوي العجب. رمضان جانا وفرحنا بو بعد غيابه وبقاله زمان. رمضان شهر العبادة وصلة الأرحام، والحاضر معنا من زمان في جمعتنا العود والطيب من سادة العطر الملكي عبد الصمد القرشي، بعروضهم وتخفيضاتهم بالذات في الشهر الفضيل. عبد الصمد القرشي، سادة العطر الملكي. بكم مشاهدين الأعزاء، متابعي تلفزيون سلطنة عمان، وطن الشموخ والأمان، في هذا البث المباشر لبرنامج المسابقات القلعة. وصلنا إلى الفقرة الثانية، وهي فقرة شخصيات القلعة. أنا كل ما أسمع صوت صلاح الزجالي أهيم معاه. نوجه له تحية لهذا الفنان العماني الجميل، وللشاعر الكبير والإعلامي حميد البلوشي، مني ومخرجنا من كل فريق العمل. صح؟
نسلم عليهم كلهم. مشاهدينا الأعزاء، طبعا قبل ما ندخل لشخصية القلعة خلوني أذكركم أن عندنا سحب هذا الويكند الجاي يوم الخميس ويوم الجمعة على 20,000 ريال عماني، لأن يوم الخميس ما طلعنا على الهواء، احنا كل أسبوع مثل ما قلنا لكم بداية البرنامج عندنا 10,000 ريال، الويكند الجاي بيكون استثنائي، يوم الخميس 10,000 ريال ويوم الجمعة 10,000 ريال، وليلة العيد عندكم فرصة لربح 20,000 ريال عماني، على قولتهم العيد بيكون عندكم عيدين. ما عليكم إلا إرسال كلمة القلعة على الأرقام الخاصة ببرنامجنا، وأيضا يوميا عندنا 500 ريال عماني تروح لفائزين اثنين. بداية الحلقة نقول بسم الله معنا فائزين 250 و250. خلصنا الفقرة الأولى من برنامجنا وهي فقرة سر القلعة، وأكثر من 2,000 ريال راح تظني صح ولا لا؟ ولا تزال جوائز القيمة موجودة، ما عليكم سوى إرسال كلمة سر أو تحدي أو القلعة إذا حابين تفوزوا معنا بدون المشاركة لا بالتليفون ولا الحضور. حياكم الله مرة أخرى في الجزء الثاني من برنامج القلعة. مشاهدين الأعزاء للتذكير نذكركم بطريقة لعب هذه المسابقة، عندي 12 جرة قدامي تطلع عليهم قطع، كل قطعة عليها رقم، وهذه الأرقام مش عشوائية طبعا، هذه الأرقام عبارة عن مبالغ نقدية، المتصل يختار رقم، وكل ما كان المبلغ عالي كل ما كان السؤال أصعب. إذا جاوب صح على كل رقم طبعا على كل قطعة راح يتكون عندي أو تتكون صورة في هذا الجزء من الشاشة، هذه الصورة تمثل شخصية عمانية غالبا وتاريخية ومعاصرة وغيرها، وطبعا كل ما جمع 500,000 المتصل حلال زلال عليه. معانا شيماء، السلام عليكم يا شيماء المغيرفية. شيماء وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف الحال يا شيماء؟ الحمد لله. من وين تكلمينا؟ من الوافي. من الوافي؟ أيوة. أهلا فيك يا شيماء في برنامج القلعة، تابعت برنامج من بدايته؟ ايوه. نشرح لك قواعد اللعبه ولا ما يحتاج؟ لا ما يحتاج. ما شاء الله، كيف اجواء رمضان عندكم؟ الحمد لله طيبه. انت لحالك ولا في اخوانك واهلك جنبك؟ لا لا لا، في الاهل موجودين. كلهم موجودين ما شاء الله؟ موجودين ايوه. يلا نسمع تحيه عشان نقدر نشجعك ونساعدك، نسمع تحيه كبيره. واحد يصفق، هذه مساعده وحده عيل. يلا اختار الرقم. اختاري يا شيماء. 110. شيماء اسرع. 110. 110. اوه بادية بقوة. يلا ان شاء الله السؤال سهل. القائد العربي الازدي الذي هاجر بقبيلته الازد او الازد الى عمان وتمكن من طرد الفرس بعد انتصاره عليهم في معركة سلوت. من هو هذا القائد؟ مالك بن فهد. يا سلام عليك يا شيماء، ما تحتاج مساعدة، إجابة صحيحة، 110 ريالات في رصيدك، وتكون أول جزء من الشخصية. شيماء معلوماتك قوية واضح إن شاء الله، نتوكل. اختار رقم آخر. 100. 100. يا سلام على شيماء، عطوها سؤال 100. يلا، نادي رياضي تأسس عام 2002 بعد دمج نادي لوا ونادي شناص. هذا النادي على فكرة أنا أول مرة أقدم برنامج على خشبة المسرح كان على خشبة نادي شناص الرياضي اللي تم دمجه مع لوا وأصبح اسمه نادي أس. أنا لما أقول أرحب فيكم تلفزيون سلطنة عمان وطن الشموخي و السلام. السلام، نادي السلام. سلام عليك يا شيماء، نادي السلام اللي أنا أشجعه أكثر من مدريد وبرشلونة. يلا ما شاء الله، طبعا لأنك اخترتي أرقام كبيرة أكبر رقمين بينت أهم ملامح الشخصية، هو أديب عماني شاعر وكاتب. ما استطعت الصورة بعد. بتكملي، اختار رقم آخر. نادي شناص الرياضي، ذكريات جميلة. 95. 95. 95. والسؤال يقول: المزروعات المكلفة وصعبة الحصاد ومن أغلى أو من المزروعات المكلفة وصعبة الحصاد ومن أغلى التوابل يضاف للطعام لتعطي الأكلات لونا،
يزرع في الجبل الأخضر، يحطوه في الشاي، يحطوه في البرياني، يحطوه في وايد أشياء، ريحته طيبة، باهظ الثمن. خيط صغير يطلع منه بتخيوط، خيوط لونها زعفرانية. زعفران؟ زعفران. هذه المساعدة حق اللي صفق أول ما اتصلتي. يلا اختار رقم ثاني. يلا الصورة عندك طبعاً، عندك 305 ريالات يا شيماء. الحين ما أقدر أساعد لأن الشخصية تكونت، مش من المعقول إنك ما تعرفيها. إذا أنت ما تعرفيها يمكن الوالد يعرفها أو أحد من الأهل. أكيد أكمل؟ أكمل بتكملي أكيد، مسموع لك، من حقك، وأنت تعرفي أكيد، أنا متأكد والمخرج متأكد بو يزن. يلا رقم آخر. 85. يعني أنا خاف تخسرين. يلا أهم شيء كسبنا سمع صوت. الأفلاج في عمان ثلاث أنواع، صح ولا لا؟ صح، ثلاث أنواع. والله أنا ودي تقولين نوعين واعتبرك فايزة، وهذه مساعدة من عندي. تفضلي. يلا يا شيماء، ثلاث أنواع، اعطيني نوعين، ما طمعت. بدأ التوقيت. أفلاج ماذا وماذا وماذا؟ بسرعة. أفلاج عينية عادية. أيوة أيوة. القليلة. إيش الإجابة الثانية؟ القليلة. غيلية. غيلية وعينية وعادية أو داودية. شيماء كوني أسرع المرات القادمة لا يروح عليك المبلغ. تمام. يلا الحين بنشوف الجزء اللي يتكون من الصورة. هذه الإجابة شفتوها، يعني 390 ريال، وهذه الصورة قدامك. ما راح أقدر أساعدك في الأسئلة القادمة يا شيماء. بتكملي؟ نكمل إن شاء الله. بتكمل إن شاء الله راحتها. طيب يلا اختاري. 75 ريال. سؤال 75 ريال يقول: أكثر السلاسل الجبلية ارتفاعاً وأشدها انحداراً في عمان، أبرز قممها قمة جبل شمس القنة، سلسلة جبال إيش يسموها؟ سلسلة جبال الحجر الغربي. الغربي، إجابة صحيحة يا شيماء، ما شاء الله إجابة صحيحة، وعندك 465 ريال عماني. وشخصية الإعلامي والأديب العماني واضحة وضوح الشمس، رئيس تحرير مجلة نزوة، شاعر أديب عماني، ولد في قرية سرور في ولاية سمايل. خلينا نكمل. بتكمل شيماء؟ بتكمل شيماء؟ يلا اختاري رقم. اختاري. 70. 70 ريال. والسؤال يقول: موقع أثري سياحي ساحلي في ولاية مسقط بمحافظة مسقط، يقع بين جبلين شاهقين، بالقرب منه تقع قرية قنتب. سياحي في فندق خمس نجوم. بندر الجصة. بندر الجصة، إجابة صحيحة يا شيماء، إجابة صحيحة يا شيماء. 535 ريال عماني نقدا في جيبك إذا أعطيتيني اسم الشخصية. بتكملي على راحتك، جاوبتي خطأ تطلعي من المسابقة وياخذ المبلغ متصل آخر. بتكملي؟ إن شاء الله. يلا بتكمل شيماء. البنات عندهم استراتيجية في لعبة شخصيات القلعة على فكرة. 60. عندكم هدوء أعصاب. يلا 60. 60. سؤال 60 يقول: مؤسسة حكومية إعلامية إخبارية تشرف عليها وزارة الإعلام، تعد المصدر الرسمي للأخبار والأنباء التي يتم نشرها داخل وخارج السلطنة، تأسست عام 1986. ما أقدر أساعدك الآن أبداً، أنا محاسب. عندك 10 ثواني، بيبدأ التوقيت بعد شوي.
تعد المصدر الرسمي للأخبار والأنباء. وكالة الأنباء العمانية. أسهل سؤال. 595 ريال عماني يقدم لك برنامج القلعة، بتكملي؟ إن شاء الله. أعطوها رقم، اختاري. 50. سؤال الخمسين ريال يقول: موقع تاريخي في ولاية مطرح كان عبارة عن حصن أثري ويضم حاليا متحف قوات السلطان المسلحة، إيش اسم هذا الموقع؟ متأكدة؟ بيت الفلج. بيت الفلج يا شيماء، إجابة صحيحة. إجابة صحيحة، بتكملي؟ إن شاء الله. هذا جزء آخر من الصورة، تكون 645 ريال في رصيدك، اختار الرقم. 40. سؤال 40 ريال يقول: إحدى سفن البحرية السلطانية العمانية مهمتها تحقيق التواصل مع شعوب العالم والتعريف بالسلطنة حضارة وشعبا، إيش اسم هذه السفينة؟ إحدى سفن البحرية السلطانية العمانية مهمتها تحقيق التواصل مع شعوب العالم والتعريف بالسلطنة حضارة وشعبا، سفينة تعتقد شباب عمان؟ لا تعتقد، تأكدي. صح، سفينة شباب عماني، إجابة صحيحة يا شيماء. 685 ريال، بتزيدي؟ تزيد إن شاء الله. بتزيد إن شاء الله، عطوها رقم، إيش تريدي؟ 35. يلا. إحدى ولايات محافظة جنوب الشرقية اتخذت الرمح شعارا لها، تقام بها سباقات الخيول والهجن، وأكيد تعرفيها. محافظة جنوب الشرقية ولاية إيش؟ لا تقولي لي ما تعرف الإجابة. ولاية جعلان بن أبو علي؟ لا، الثانية. ولاية جعلان بن أبو علي؟ مش بني أبو علي، بو حسن. ولا يجعل بني أبو حسن. إجابة صحيحة يا شيماء. شيماء أيوة، بتكملي؟ لا خلاص. لأن احنا كنا متوقعين بتفوزي بال20,000 وال10,000، ما شاء الله عليكي، عندك استراتيجية مفكرة صح في البرنامج. مين الشخصية؟ صورة الأستاذ سيف الرحبي. سيف الرحبي، الأديب العماني والشاعر والكاتب والإعلامي، سيف الرحبي، إجابة صحيحة يا شيماء. شيماء أيوة، إيش بتسوي بال720 ريال؟ إن شاء الله نفكر نسافر بهم. طيب، ومن متى أنت عارفة الإجابة الشخصية؟ من زمان صح؟ لا مش من زمان. اوكي خلاص، هذا السؤال المخرج مو مني. شكرا لك يا شيماء. شكرا لك. اذا معانا ايضا فائز عن طريق الرسائل النصيه القصيره، علي بن بدر الحبسي، مبروك عليك 100 ريال يا عزيزي علي. نذكركم مشاهدينا تقدروا تلعبوا معانا هذه المسابقات عن طريق ارسال الاجابه الصحيحه اذا عرفتوها على الارقام الخاصه بالبرنامج، وأول واحد يجاوب صح يفوز معنا ب100 ريال عماني. متصل آخر وهو أيمن الحاتمي، السلام عليك. وعليكم السلام. كيف الحال يا أيمن؟ الحمد لله والله. من وين تكلمنا؟ من ولاية عبري. عفوا مرة أخرى؟ من ولاية عبري. أدم ولا إبرة؟ من ولاية عبري. عبري لا أدم، حياك الله وبيك يا صديقي. طيب أيمن كيف رمضان معاكم في عبري؟ الحمد لله. الحمد لله. متابع برنامج من البداية؟ نعم. متصل تفوز ولا تسلم وتروح؟ لا تفوز إن شاء الله. تفوز إن شاء الله. اختار رقم.
60. سؤال الستين ريال ويقول، نلعب بسرعة عشان نفتح أكبر عدد ممكن للاتصالات. أكلة تقليدية تحضر في الأعياد والمناسبات عبارة عن لحم مع توابل، تؤكل مع الخبز العماني أو مع الخبز وعسل النحل. إيش اسم هذه الأكلة يا أيمن؟ لحم مقلي. إيش؟ المقلي. إجابة صحيحة، التقلية، هي التقلية. أنتوا إيش تسموها؟ إيش الجواب اللي قلته؟ المقلي. التقلية يسموها، صح؟ صح. طيب إن شاء الله تفوز وتعزمنا على التقلية عندك إن شاء الله. يلا اختار رقم بسرعة. 40. 40 ريال. سؤال 40 ريال يقول، أداة تقليدية بمثابة سوار تلبسه المرأة للزينة عادة في اليدين، يختلف حجمه وزخارفه من نوع إلى آخر، ويصنع من الذهب أو الفضة، إيش يسموه؟ الحجل. يلبسون الحريم. الحجل. لا، بدأ العد التنازلي. ألف لام. العتاور. لا، إجابة خطأ. الباء. ساعدتك يا صديقي، معلش يا أيمن، إن شاء الله مرة ثانية توفق معنا. نعتذر لك، وعندنا 60 ريال في رصيد. مريم. مريم سلام عليكم. وعليك السلام ورحمة. كيف الحال؟ الحمد لله الحال طيب. من وين تكلمينا؟ من السيف، من المعبيلة. أهلا فيك يا مريم. مريم تعرفي قواعد اللعبة؟ هي أعرف. تابعينا من زمان ولا أول يوم تابعينا اليوم؟ لا، من زمان. إيش على فقرة عندك؟ شخصيات. هذه الفقرة. ما سمعت. هذه الفقرة أحلى فقرة. يلا إن شاء الله تفوزي فيها. يلا اختاري رقم. 40. وسؤال 40 ريال يقول، تونا سألنا، تعرف الإجابة؟ أداة تقليدية بمثابة سوار تلبسه المرأة للزينة عادة في اليدين، يختلف حجمه وزخار. إيش؟ البنجري. صح، إجابة صحيحة يا مريم، إجابة صحيحة. هذا جزء آخر من الصورة تكون. عندك 100 ريال يا مريم. طيب يا اختاري رقم آخر. 75 ريال. 75. سؤال 75 يقول، يا سلام، مركز موسيقي عماني يعمل على تخريج مؤلفين موسيقيين وقادة أوركسترا وعازفين منفردين ومدرسي آلات موسيقية من العمانيين، إيش اسم هذا المركز؟ من أشهر الفرق الموسيقية. الأوبرا في السلطنة. إيش؟ الأوبرا. الأوبرا السلطانية. الأوبرا هذا المكان، لكن إيش اسم الفرقة؟ فرقة الأوركسترا السلطانية. الأوركسترا، أيوة، الأوركسترا السيمفونية السلطانية العمانية. قالتها يعني بديهيا أوركسترا يا أخي. طيب يا مريم، إجابة صحيحة، وعندك 175 ريال تكون جزء آخر من الصورة. إحنا نتكلم عن شخصية عمانية راحلة، وزير وقائد عسكري. تفضل اختيار رقم. 85 ريال. سؤال 85 ريال يقول، مستشفى حكومي يقع في محافظة مسقط، يختص بأمراض وجراحة الأنف والأذن والحنجرة والعيون، افتتح عام 1972. مستشفى النهضة. النهضة. يا سلام عليك يا مريم، إجابة صحيحة، وهذا جزء آخر من الصورة تكون، وعندك 260 ريال عماني. لسه طبعا الصورة مش واضحة بالتأكيد. يلا تفضل اختار رقم آخر. ناخذ 100 ريال. 100 ريال. 100 ريال. جائزة منحتها 33 جامعة ومركز أبحاث ومنظمة أمريكية لصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم،
وسلمها الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر في حفل تاريخي بالعاصمة الأمريكية في 16 أكتوبر عام 1998. جائزة السلام الدولية. الله عليك وسلامي عليك يا مريم، جائزة السلام الدولية إجابة صحيحة. يا السلام. 360 ريال عماني عندك يا مريم. احنا نتكلم عن وزير وقائد عسكري تولى الحكم او حكم الرستاق، وكان يقيم من حصن او في حصن الحزم، وكان وزير داخلية في عهد السلطان سعيد بن تيمور. بتكملي صح؟ بنكمل ان شاء الله. يلا اعطوها رقم اختاري. 70 ريال. 70 ريال. سؤال 70 ريال يقول: موقد يحفر في الأرض لشيء يحفر، موقد يحفر في الأرض لشوي اللحم أو إعداد الخبز، وتظفر حوافه بالحجارة للتثبيت. الشواء عندنا في عمان، وين يحط الشواء؟ الشواء الحفرة هذه إيش سموها؟ تنور. تنور؟ تنور. سمعتي؟ من اللي جنبك؟ زوجي. الله يحييك سلمي، على شكله جوعان خاطر في تنور. العيد جاي ان شاء الله. نوجه له تحيه طبعا. 430 ريال عماني. عرفتي الشخصيه؟ بعدني والله ما عرفتها. طيب يا مريم اختاري، عندك رقم اخر. 95 ريال. سؤال 95 ريال يقول: شجرة معمرة دائمة الخضرة يطلق على ثمرها في عمان صبار أو صوبار، تزرع في محافظات ظفار في الجبال ومجاري الأودية. أنا ما ودي تخسرين. 430 هذه سفرة حلوة أنت وزوجك في العيد، والإجابة أول كلمة تمر. تمر الهندي. التمر الهندي صح، إجابة صحيحة. إجابة صحيحة. 525 ريال عماني في رصيدك. حابة تقولي من الشخصية ولا لسه للحين؟ كان وزير الداخلية في عهد السلطان سعيد بن تيمور رحمه الله، وكان ساكن في الحزم، حصن الحزم. وزير الداخلية، كان قائد عسكري أيضا، حكم الرستاق، شخصية شهيرة جدا. بتكملي على بال ما بنكمل إن شاء يلا. الله يلا اختاري رقم. 50 ريال. 50 ريال. سؤال 50 ريال يقول: تحصين دفاعي أثري في ولاية دبا بمحافظة مسندم يتكون مدخله الرئيسي من برج دائري له باب تعلوه سقاطة لرمي السوائل الحارقة على المهاجمين سابقا طبعا. سقاطة عفوا، تعلوه سقاطة لرمي السوائل. هو حصن ايش؟ فولاية دبا. حصن دبا. حصن دبا صح. صح يا مريم. مريم عندك 575 ريال بيروحوا عليك. ها اذا عندك جواب على الشخصية قولي. ناخذ رقم. تاخذ رقم يلا. انت عارفة الشخصية صح؟ بس بتاخذي رقم، يلا خذي رقم. خذي. 35 ريال. 35، تعرف الشخصية. يلا. توصلي 600 يعني إن شاء الله. مجموعة جزر عمانية تتميز بشعابها المرجانية وبوجود نوع معمر من المرجان لا يوجد إلا في هذه الجزيرة. جزر ال الديمانية. الديمانية. لا الحلانيات. الحلانيات يا مريم، جزر الحلانيات. تمام. وصار عندك 610 ريالات. وش يقول المثل من طماع؟ ها بتقول الشخصية ولا بتكملي؟ أعتقد بقول الشخصية. قول الشخصية. أحمد بن إبراهيم. السيد أحمد بن إبراهيم أبو سعيد رحمه الله. إجابة صحيحة يا مريم، مبروك.
مريم. مريم. نعم. الليلة بتخططوا إيش بتسووا بالستمية صح؟ أيوة طبعاً. وين بتسافروا؟ والله ما نعرف. يلا بالتوفيق تروحوا وترجعوا بالسلامة، والسياحة الداخلية ما في أحلى منها أكيد. تحية لك ولزوجك وللأسرة الكريمة، شكرا جزيلا على الاتصال. عندنا فائز عن طريق الرسائل النصية القصيرة، هاشل بن سعيد العامري، مبروك عليك 100 ريال عماني يا هاشل. هاشل بن سعيد العامري فاز معنا ب 100 ريال عماني، اللي جاب الصحيحة طبعا السيد أحمد بن إبراهيم البوسعيدي، وزير وقائد عسكري تولى حكم الرستاق، اتخذ من حصن الحزم لإقامته، تولى وظيفة ناظر سابقا الوزير يسموه ناظر، ووزير الداخلية في عهد السلطان سعيد بن تيمور رحمهم الله جميعا. مشاهدين الأعزاء فاصل قصير ولنا عودة في برنامج القلعة، ابقوا معنا. الطازج والشهي. تم تربية دجاج الصفاء في عمان بعناية، فهي تتغذى على أعلاف طبيعية بدون هرمونات، بدون مواد حافظة، وبدون صبغات أو مواد مضافة. 100% حلال وطازج كل يوم، ولذلك تعد الصفاء للأغذية العلامة الرائدة في مجال إنتاج المنتجات الغذائية للسلطنة وخارجها. الصفاء خيارك الطازج الصحي والشهي. كيف نخلي بهجة رمضان تملى كل مكان؟ بصورة حلوة أو بكلمة أحلى؟ نعلم غيرنا شيء جديد يا رجال، والله ما أدري من يعلم من، أو نتعلم منهم شيء مفيد. جرب اختراعاتك في أصدقائك؟ أكيد. أو في أصدقاء أصدقائك؟ لحظات رمضان تحلى مشاركتها مع أريدو. أريدو، استمتع بالإنترنت. عشق المهنة، تجديد النشاط، متعة التسوق، لبدنك عليك حق. أبراج بي بي اتش، رفاهية المكان وبناء الإنسان. حياتك غير، تزين أيامك وتحلى بسعادة تصير، سعادة تصير. تعال نسوي شي ينفعنا، يكون له قيمة له معنا، يعيش طول العمر معنا وله تأثير.
وازنها وعدلها. أكل صحي حياة أفضل. حياكم الله مشاهدينا الاعزاء مره اخرى في اخر مسابقه معنا، وهي مسابقه تحدي القلعه. اذا حابين تشاركوا معنا وتفضلوا وتشرفونا هنا في قلعتنا، ما عليكم الا ارسال كلمه تحدي على الارقام الخاصه بالبرنامج. ومعنا اليوم ضيوف شباب ما شاء الله، نتعرف عليهم. نتعرف على الفريق الاول. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمه. كيف الحال؟ الحمد لله بخير. في الاخبار؟ الحمد لله. الاسم الكريم؟ ايمن محمد ناصر العزواني. من وين يا ايمن؟ من ولايه تزكي. حياك الله. حياك الله. داود بن محمد بن ناصر العزواني. ونعم داود بن زكي. بن زكي طبعا. ومدريدي. ومدريدي. ومدريدي وشق الابتسامة عاد اليوم. زين تفضل. هلال محمد ناصر العزواني. حياك الله. يا اهلا وسهلا. وبرشلوني. ليفربولي. ليفربولي. حظ اوفر ان شاء الله. وان شاء الله نتمنى ان صلاح يرجع ان شاء الله بقوة مع المنتخب المصري. ان شاء الله. ان شاء الله. نتعرف على الشباب. ابراهيم عبد الله المحاجري. حياك الله يا ابراهيم. من جعلان بني ابو علي. والله ونعم حياكم الله. تفضل. عبد الله سعيد المحاجري جعلان بني ابو علي. عبد الله طبعا بخبركم شيء عنه، تونا قبل الهوى قال قصيده لها اول ما لها تالي. الحين بيقول بيتين عشان خاطر المشاهد. تفضل. نتذوق للشارع. تفضل تفضل. يا مرحبا واهلين باهل المواجيب. المواجيب. عد الثمر واعداد وبرق السحابه. سحابه. الله يحييكم على العز والطيب اللي لكم يوم الملاقى مهابه من عادتي للضيف. أزيد التراحيب وفي شوفكم تبرى جروحنا مصابة وأقولها 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 ترحيبة العز والطيب للي حضر في موقعي يا هلابة. يا جماعة الخير. لا 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 لحظة لحظة تعال 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 مفروض تكون مذيع البرنامج. الله يسعدك. حياك الله. ان شاء الله ارجع مكانك. اذا مشاهدينا الاعزاء بنبدا مسابقه تحدي القلعه بعد ما تعرفنا عليك. اشوفك طالعني زعلان مني. لا تفضل. اسمك كريم. معك خميس بن عبد الله المحاجري من ولايه قعلان بني والي. مره اخرى لو سمحت. خميس بن عبد الله المحاجري. حياك الله. من ولد. انتوا اخوان؟ اخوان انا وابراهيم اخوان. انتوا ولد عمكم؟ ولد خالهم. بالتوفيق ان شاء الله. شكرا على قصتك الجميله. اذا التحدي بنعرض صوره عليها 12 قطعه مخفيه، نسأل سؤال تعطونا إجابة، كل إجابة عليها مبلغ مالي وتكشف جزء من هذه الصورة. شفتوا البرنامج قبل صح؟ نعم. أي سؤال على المسابقة؟ الأمور طيبة. موفقين إن شاء الله جميعا. إن شاء الله. يلا بسم الله. إذا نبدأ السؤال الأول. السؤال الأول يقول عدد أسماء ولايات محافظة ظفار زايد جبلين فيها. نبدأ معاكم، تفضلوا. ولاية شليم والحلانيات. شليم والحلانيات. شليم وجزر الحلانيات طبعا إجابة صحيحة وعليها 40 ريال. بداية جميلة. هذا جزء من الصورة الآن تكون. ما شاء الله هذا الجزء. يلا نرجع لكم تفضلوا. ولاية مرباط. مرباط. بالتأكيد إجابة صحيحة مرباط. وعليها 15 ريال. وجزء آخر من الصورة تكون للمشتركين والمشاهدين. نرجع لكم. ولاية المزيونة. المزيونة. نشوف الإجابة إذا كانت صحيحة أم لا، وكم المبلغ اللي عليها. يا سلام 25 ريال. المزيونة إجابة صحيحة وعندكم 65 ريال. جزء جديد من الصورة تكون أو ظهر. نرجع للفريق الآخر. ولاية صلالة. صلالة. إجابة صحيحة وعليها 10 ريالات. طبعاً من بيصيف صلالة السنة؟ كلنا بنصيف صلالة إن شاء الله. طيب إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. صلالة بترجع أحلى مما كانت عليه. عسل يا رب. إذن نرجع لكم يا شباب. ولاية طاقة إن شاء الله. طاقة. طاقة. إجابة صحيحة وعشر ريالات. اليوم في طاقة إيجابية في البرنامج. إن شاء الله. ها؟ طبعا. تحية لها طاقة وعشر ريالات 75 ريال. وعرفتوا الصورة ولا تفضلوا تكملوا؟ نكمل. بتكملوا. نكمل. تفضل.
ولاية مقشن. مقشن. مقشن بالتأكيد إجابة صحيحة. مقشن بتشوف كل المبلغ اللي عليه 35 ريال صار عندكم 60 ريال فريق جعلان. بتحبوا تجاوبوا على الصورة بتكملوا. نكمل إن شاء الله. بتكملوا؟ نكمل إن شاء الله. تفضلوا شباب. ولاية ثمريت. 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 وإجابة صحيحة صار عندكم 105 ريالات. أنا سمعت إن حد فيكم ما أنت ما متزوج. أيوة. صح؟ إيه. جاي تجمع هالمهر. إن شاء الله. يلا. نرجع لكم يا شباب. ولاية صدح. صدح. إجابة صحيحة. يا سلام صار عندكم 95 ريال وهناك فقط أربع أجزاء ما ظهر في الصورة الحين. أعطي الأولوية لكم. حابين تجاوبوا على الصورة؟ بيجمعوا الشباب. تفضلوا. إن شاء الله ولاية ظلكوت. ظلكوت. ظلكوت إجابة صحيحة 25 ريال. صار عندكم 130 ريال. شباب إزكي. بتكملوا. بيكملوا الشباب. يلا. أعطيك ولاية ولا جبل؟ أعطني اللي بيجي منك حلو. جبل سمحان وولاية. خلاص 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 خلاص. بتحل البرنامج كله أنت مرة. صح إجابة صحيحة جبل سمحان 55 ريال عليها صار عندكم 150 ريال. الصورة الحين بتطلع لكم خلينا نشوف المشاهدين بعد حابين يلقوا نظرة على الصورة. طبعا معلم السلطنة معروف جدا. عندكم خيار الإجابة، الفريق اللي يجاوب على الصورة هو اللي يحافظ على مبلغه. بتجاوبوا ولا ننقل السؤال؟ ننقل السؤال؟ يلا تفضل. بتجاوبوا؟ تفضل. برج النهضة. حابين يجاوبوا الشباب. إذا برج النهضة في صلالة. إجابة صحيحة. إجابة صحيحة، برج النهضة في صلالة، فريق جعلان حافظ على 150 ريال. بعدنا في بداية التحدي. بعد في وقت 150 ريال. إذا معانا فايز عن طريق الرسائل النصية القصيرة. ميا بنت محمد الحجرية، ميا بنت محمد الحجرية فازت، ميا بنت محمد الحجرية فازت ب 100 ريال عماني. مبروك عليك يا ميا. ونرجع لأجواء التحدي وبندخل على السؤال الثاني. طبعا السؤال الأول كان سهل جدا وجمع الفريق الآخر 150 ريال فريق جعلان. عندكم فرصة الآن تعدلوا النتيجة. طيب يا شباب يلا السؤال الثاني يقول في السلطنة 5 مطارات تستقبل الرحلات التجارية و7 مواني تجارية. نبدأ مع فريق جعلان. عطونا جواب. يلا. مطار الدقم. الدقم. مطار الدقم. إجابة صحيحة وعليها 20 ريال. بنشوف الجزء اللي يتكون من الصورة اللي بيطلع. طبعا جزء بسيط في الزاوية. تفضلوا يا شباب. مطار صحار إن شاء الله. مطار صحار. مطار صحار. إجابة صحيحة 15 ريال. وجزء آخر من الصورة تكون. حلو. نرجع لفريق جعلان. مطار مسقط الدولي. مطار مسقط الدولي 10 ريالات إجابة صحيحة. مطار مسقط الدولي بالتأكيد إجابة صحيحة. خلصتوا المطارات. بعدها في مطار بعدها صح. مطار صلالة. مطار صلالة. مطار صلالة. نشوف الإجابة وكم عليها الجائزة المالية. مطار صلالة طبعا أغلق أبوابه فقط في وقت الأزمة ولكن الحمد لله عاد بقوة الآن. يعطيهم ألف عافية. 15 ريال على هذا أو على هذه الإجابة 15 ريال. طيب هذا الجزء من الصورة الحين ما أعتقد فيه واضح شيء واضح في الصورة. طيب جميل. نرجع لكم فريق جعلان. إن شاء الله ميناء الدقم. ميناء الدقم. ميناء الدقم. شوف يا سلام 35 ريال عماني. حلو. حابين تجاوبوا على الصورة ولا شو واضح الآن؟ طيب نرجع لشباب إزكي. إن شاء الله ميناء ريسود. ميناء ريسود.
ميناء ريسود. ميناء صلالة حاليا يسموه، كان سابقا ريسود. 25 ريال. حلوين حلوين. يلا حابين تجاوبوا على الصورة ولا وش واضحة بعدها؟ بعد. طيب نرجع لفريق جعلان. إن شاء الله ميناء صحار. ميناء صحار. ميناء صحار. ميناء صحار 40 ريال في رصيد فريق جعلان، إجابة صحيحة. حابين تجاوبوا على الصورة؟ لا. طيب جميل. نرجع لكم شباب إزكي. ميناء الفحل. ميناء الفحل. ما في ميناء الفحل. إذا نرجع لفريق جعلان مرة أخرى. مطار صحار. مطار صحار جاوبتوا عليه. مطار ثمريت. ثمريت؟ ما في مطار. مطار رأس الحد. مطار رأس الحد؟ لا لا لا. إحنا نتكلم مطارات مدنية. آه ها المدنية. مطار خصب. لا إذا كلها إجابات خاطئة طبعاً ننتقل نرجع لكم. ميناء السلطان قابوس. ميناء السلطان قابوس. إجابة صحيحة 25 ريال. ما عرفتوا إيش الصورة شباب؟ فكروا فكروا، إذا جاوبتوا صح تضمن المبلغ وتتعادلوا مع الفريق الآخر وندخل على السؤال الأخير الفاصل. بعد ما بعدكم؟ طيب نرجع لكم يا شباب. شباب جعلان يلا. ميناء مطرح. ميناء مطرح اللي هو ميناء سلطان قابوس تمت الجواب عليه. يلا يا شباب أسرع، ما عندكم إجابة ننتقل. ما عندكم إجابة ننتقل. يلا نرجع لفريق إزكي. ميناء خصب. ميناء خصب. ميناء خصب إجابة صحيحة 40 ريال، صار عندكم 105 ريالات. ما عرفت الصورة؟ صورة واضحة جدا، ما بتجازفوا. بعدهم. بعدهم شباب إزكي. يلا نرجع شباب جعلان فكروا. هيا يا شباب. ميناء صور. ميناء صور. ميناء الأشخرة كذلك. جنب صور. ميناء رأس الحد. ميناء رأس الحد ما في. إذن نرجع لكم. نرجع لشباب إزكي. ميناء قلهات. ميناء قلهات. هذه موانئ جديدة أنتم صدعتوها اليوم. ها يلا الحين بنفتح بما أنكم ما عندكم إجابات أكثر على هذا السؤال. مطار. حد عنده جواب على الصورة؟ مطار ولا ميناء؟ هذا تسألني مطار ولا ميناء؟ ما أعرف. على راحتك. يلا يلا. إذن ما عندهم إجابة شباب إزكي. نرجع لفريق جعلان. الصورة تكونت الحين، واضح إن في برج في الموضوع. إيش هذه صورة إيش؟ يلا إيش يلا. والله عندنا الجواب بس ما متأكدين يعني. حابين تجاوبوا ولا نخلي عند الشباب؟ تفضلوا إزكي. مطار. ارفع صوتك لو سمحت. مطار مسقط. الشباب يقولوا مطار مسقط. يعني نشوف إذا كانت الإجابة صحيحة. إذن إجابة صحيحة 105 ريالات في رصيدكم من هذه الجولة والصورة الثانية. إذن يبقى في رصيدكم 150 ريال من الجولة الأولى. وصلنا للسؤال الثالث والأخير. مثل ما شفتوا هذا برج المراقبة في مطار مسقط. ما سافرتوا مطار مسقط بعدكم؟ سافرنا لكنه ما شفتوا صورة بعيدة. الصورة بعيدة. شفت الطيارة من داخل. صورة بعيدة شوي. صورة بعيدة ها. عندنا خليفة بن محمد الحوسني فاز معنا عن طريق الرسائل النصية القصيرة. خليفة بن محمد الحوسني مبروك عليك 100 ريال عماني. إذا الحين وصلنا للسؤال الأخير وهو السؤال الفاصل اللي بيحدد لنا من الفائز بالمركز الأول اللي يفوز بمبلغ مالي وأيضا بيفوز بنسخة من الموسوعة العمانية. الشواطئ من المعالم الطبيعية المميزة في محافظة ظفار.
ومن أهمها نروح لشباب إسكي. شاطئ المغسيل. المغسيل رايحين صلاة أكيد الشباب. المغسيل إجابة صحيحة 5 ريالات. نرجع لكم. الدهاريز. الدهاريز 15 ريال في رصيدكم شباب جعلان. حلو. جزء آخر من الصورة تكون، طبعا مش واضحة الصورة الحين. نرجع لشباب إسكي. شاطئ الحافة. شاطئ الحافة منشوف. لا موجود. عذرا صح 15 ريال إجابة صحيحة. نرجع لشباب جعلان. يلا يا شباب جعلان. شاطئ أو معالم طبيعية بشكل عام. الشواطئ من المعالم الطبيعية المميزة في محافظة ظفار، في شواطئ مهمة مشهورة. رحتوا صلالة أكيد. نعم. حاولوا تسترجعوا الذكريات. المغسيل قالوا، دهاريز قالوا، الحافة قالوا، شاطئ مرباط. مرباط؟ نعم. نشوف. صح إجابة صحيحة 30 ريال. وتكون جزء آخر من الصورة، مش واضحة الصورة الحين، صعبة مبهمة. نرجع لشباب إزكي. شاطئ طاقة. طاقة؟ نشوف إذا كانت الإجابة صحيحة. إجابة صحيحة 25 ريال في رصيدكم. حابين تجاوبوا على الصورة؟ بعدكم. طيب نرجع لشباب جعلان. إن شاء الله شاطئ حاسك. شاطئ حاسك. نعم. شوف إذا كان إجابة اللي جاوب موجودة ولا لا. مش موجودة هذه الإجابة، ننتقل مرة أخرى لشباب إسكي. شاطئ سدح. شاطئ سدح. شاطئ سدح إجابة صحيحة 35 ريال في رصيدكم، 80 ريال الحين من الجولة الثالثة. ما عرفت الصورة مش واضحة الحين صح؟ جميل. نرجع لشباب جعلان. شاطئ شليم وجزر الحلانية. شاطئ شليم وجزر الحلانية. ما في. واضح من الإجابات. نرجع لكم شباب إسكي. رصيدكم 80 ريال من هذه الجولة بس. 185. يلا. عندكم جواب شباب؟ شاطئ ريسوت. ريسوت. شاطئ ريسوت إجابة صحيحة 10 ريالات. صح؟ حابين تجاوبوا على الصورة؟ شو واضح الصورة؟ بعدكم. طيب نرجع لشباب جعلان. الصورة هي لمدينة بحرية في ظفار طبعا. لازم تقولوا ايش هي. تفضل. بحرية. عندكم إجابة على السؤال ولا عارفين الصورة؟ عوقد. عوقد. إجابة خاطئة. عوقد. أشهر عين في صلالة إيش هي؟ عين أرزات. أرزات. لا لا عيون ولا شواطئ. أي الشواطئ نتكلم عن الصورة. ما عرفتوها. نرجع لإزكي مرة أخرى. نرجع لإزكي. يا شباب عين هي عين. تجاوب على الصورة يعني؟ تفضلوا. عين ايش؟ ها لا مش الصورة. عين صحنون. هذه مدينة احنا نتكلم عن المدينة. شاطئ صحنون. شاطئ صحنون. لا. نرجع لشباب جعلان. صورة مدينة؟ صورة مدينة. لا مدينة شاطئية في ظفار في ولاية مشهورة جدا، حتى هاليومين ذكرنا اسمها كثير. سدح. عندكم إجابة ولا ننتقل؟ سدح. سدح. لا جاوبنا على سدح. شاطئ سدح. إذا نفتح جزء من الصورة آخر ونرجع لشباب إسكي. شاطئ ظلكوت. شاطئ ظلكوت إجابة صحيحة. شاطئ ظلكوت. نعم شاطئ ظلكوت. شباب إسكي جاوبوا.
يلا 50 ريال يا سلام. ايش الصورة؟ عندكم فرصة تجاوبوا على الصورة. ها مدينة بحرية؟ مدينة بحرية نعم، في ظفار. يلا يا شباب لو سمحتوا، ولا بنرجع لشباب جعلان. إذا نعطيكم فرصة، تفضلوا. نرجع لشباب جعلان ونفتح جزء آخر من الصورة. شاطر أخيوط. حابين يجاوبوا يقول لا لا ما مع الصورة. ما على الصورة. شاطر رخيوت. رخيوت إن شاء الله. رخيوت. على الصورة شاطر رخيوت. رخيوت 45 ريال. طيب. أنت حاب تجاوب على الصورة ولا على السؤال؟ الصورة. ها يا شباب. نتوكل ولا كيف؟ قول جوابك تفضل. شاطر رخيوت. يقولوا شاطر رخيوت. إذن إجابة صحيحة وهو شاطر رخيوت. شباب جعلان جمعوا مبلغ وقدره 240 ريال من حلقتنا لليوم. 240 ريال حلوين الحمد لله. وهذه إحدى المدارس في رخيوت طبعا في محافظة ظفار الجميلة. مبروك عليكم المبلغ 240 ريال عماني بالإضافة لنسخة من الموسوعة العمانية. ألف مبروك. الله يبارك فيك. ومن أمتع الحلقات بصراحة. الله يسعدك. شكرا لكم يا الله شباب. بعد قصيدة ثانية. أمزح معك أمزح. طيب شباب إزكي استمتعنا معاكم جدا وما قصرتوا، بس فزتوا معانا ب 105 ريالات. ما يكفن حل مهر عاد. شكرا جزيلا يعطيكم ألف عافية ما قصرتوا شرفتونا. إذا مشاهدينا الأعزاء مثل ما شاهدتوا تحدي القلعة، فاز معنا فريق جعلان 240 ريال وفريق إزكي ما بيروح بعد فاضي عنده 105 ريالات. إذا حابين تشاركوا معنا في هذه المسابقة ما عليكم إرسال كلمة تحدي على الأرقام الخاصة بالبرنامج. فاصل قصير ولنا عودة مع القلعة، ابقوا معنا. كيف نخلي بهجة رمضان تملى كل مكان؟ بصورة حلوة أو بكلمة أحلى؟ نعلم غيرنا شيء جديد. يا رجال، والله ما أدري من يعلم من. أو نتعلم منهم شيء مفيد. جرب اختراعاتك في أصدقائك؟ أكيد. أو في أصدقاء أصدقائك؟ لحظات رمضان تحلى مشاركتها مع أريدو. أريدو، استمتع بالإنترنت. ميسي أحسن لاعب. لا لا رونالدو. ولا أقول ميسي أحسن. لا طبعا رونالدو هو الفائز وهو الأفضل. لا 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 هذا ولا ذاك، أنت الفائز. اربح باقة مدفوعة التكاليف مقدمة من فيزا لحضور مباريات الدور نصف النهائي والمباراة النهائية. احصل على فرصة واحدة لكل 10 ريالات عمانية تنفقها من بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط، أو تقدم بطلب الحصول على البطاقة الائتمانية الحصرية فيزا فيفا كأس العالم واحظى بفرصة للفوز مقدمة من فيزا. شجع من قلب الحدث في كأس العالم فيفا 2018 مع بطاقات فيزا من بنك مسقط. فيزا شريك فيفا الرسمي. عشق المهنة، تجديد النشاط، متعة التسوق. لبدنك عليك حق. أبراج بي بي اتش، رفاهية المكان وبناء الإنسان. هلا باللي يصحى قبل طلوع الصبح، باللي يخبرنا أحلى سوالف، وباللي يصوم أول مرة،
هلا بذكريات تعيش فينا، باللي نحبهم ويحبونا، وبالقلب الطيب. هلا برمضان وذكرياته الحلوة. عمان تل، معكم نسوي العجب. رمضان جانا وفرحنا بو بعد غيابه وبقاله زمان. رمضان شهر العبادة وصلة الأرحام، والحاضر معنا من زمان في جمعتنا العود والطيب من سادة العطر الملكي عبد الصمد القرشي، بعروضهم وتخفيضاتهم بالذات في الشهر الفضيل. عبد الصمد القرشي، سادة العطر الملكي. حياكم الله مشاهدينا الاعزاء في ختاميه حلقتنا اليوم من برنامج المسابقات القلعه على تلفزيون سلطنه عمان وطن الشموخ والامان. عندنا العديد من الفائزين من شتى انحاء السلطنه، فازوا بجوائز نقديه يعني مختلفه، اللي فاز ب 300 واللي ب 500 واللي ب 700. اصدقائي نذكركم اذا حابين تشاركوا معنا في السحب اليومي، عندنا سحب يومي في بدايه كل حلقه على 500 ريال عماني. بدايه كل حلقه هاي ال 500 ريال عماني 250 تروح لاثنين كل يوم في بداية كل حلقة، وعندنا سحب أيضا أسبوعي على 10,000 ريال عماني. وكلكم تعرفوا أن احنا ما طلعنا من 3 أيام على الهواء برنامج القلعة، راح يكون الويكند اللي جاي إن شاء الله يوم الخميس سحب على 10,000، ويوم الجمعة بعد سحب على 10,000 ريال. وليلة العيد الجائزة الكبرى، جائزة برنامج القلعة 20,000 ريال عماني، كل اللي فايز واحد، طبعا نركز عليها اللي فايز واحد، 20,000 ممكن تغير حياتك راسا على عقب. طبعا نذكركم بكيفيه المشاركه في هذه المسابقه، ارسلوا كلمه القلعه فقط لا غير على الارقام الخاصه بالبرنامج، ارسل كلمه القلعه وكل يوم تتاهلوا ان شاء الله لربح هذه الجوائز النقديه القيمه. مشاهدينا الاعزاء نوجه تحيه بعد اللي شاركوا معنا على منصات التواصل الاجتماعي عن طريق ارفاق الهاشتاج القلعه، وتاكدوا ان نقرا جميع تغريداتكم بوستاتكم كلها ناخذها بعين الاعتبار. هكذا كانت حلقتنا اليوم برنامج القلعه، نراكم غدا ان شاء الله في حلقه جديده من برنامج المسابقات على تلفزيوني سلطنه عمان وطن الشموخ والامان. تصبحون على الف خير.